صدق الوعد. عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي arabic@awr.org. العنوان مرة أخرى arabic@awr.org، ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. يمكنك استماع وتحميل برامجنا من موقعنا على الإنترنت www.awr.org.
عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي arabic@awr.org. العنوان مرة أخرى arabic@awr.org، ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. هنا إذاعة صوت الوعد. أهلا وسهلا فيكم بحلقة جديدة من برنامج على رأي المثل. مثلنا لليوم هو الأعمى أعمى القلب. معنا اليوم بالحلقة ضيف كتير عزيز علينا، وهو القسيس أمير غالي. أهلا وسهلا فيك قسيس أمير. أهلا نضال، سعيد أكون معك اليوم. ونحن كمان أسعد. مثل ما بنعرف اليوم المثل تبعنا هو الأعمى أعمى القلب. ياريتك بس بتعطينا تعليق صغير قبل ما نبلش بالحلقة. يعني تعليقا على المثل الأعمى أعمى القلب، إنه كتير ناس بتعامل هؤلاء الناس اللي عندهم احتياجات خاصة بطريقة غير لائقة، وهم ممكن يكونوا من أفضل الناس، والعمى مش هو المشكلة. المشكلة لما يكون الإنسان عنده بصيرة وعنده نظر ولكن قلبه قاسي أعمى القلب، فهنا المشكلة أكتر من يكون الإنسان عنده إعاقة جسدية. نعم، تابعونا تكفي حلقتنا لليوم. أسيس أمير، نرجع الأعمى أعمى القلب. مثل ما حضرتك شوي عطيتنا شرح قصير، ياريت هلأ فيك تعرفنا مين هن الأشخاص يلي عندهم احتياجات خاصة. الأشخاص اللي عندهم احتياجات خاصة نضال هم أشخاص محتاجين مساعدة خاصة. نعم. إذا كان في المدرسة، خاصة الأولاد في المدارس، معظم التلاميذ بيكون بيحتاجوا مساعدة عادية في نطاق العادي الطبيعي المعقول. نعم. لكن التلميذ أو الطفل اللي هو بيعاني من عجز معين في مجال معين، هذا الطفل هو اللي ذات احتياج خاص، بيحتاج مساعدة فائقة، محتاج اهتمام وعناية ورعاية خاصة، لأنه تختلف عن الباقيين يلي معه مثلا بذات الصف أو بذات العمر، لأنه مش قادر يواكب الصف أو التلاميذ. نعم. اللي في عمره بيكون هو عمره مثلا 10 أو 12 سنة، لكن عنده محدوديات معينة بتخليه يستوعب أشياء عند طفل عنده 4، 5، أو 6 سنوات. نعم. هنا الإعاقة، هنا العجز المعين. نعم. يعني تأخر يمكن بالنمو بركة، تأخر هون. إذا كان إعاقة أو احتياج جسدي، ممكن يكون احتياج عقلي، احتياج نفسي أو نعم. عاطفي. كل هذه الأشياء تجعل هذا الشخص عنده احتياجات خاصة، ويجب أن نقدم له عناية خاصة ومساعدة زايدة عن العادي، عن الطبيعي اللي احنا عارفينه. فهذا الشخص هو اللي يعاني من وغير أنواع يعني تأخر أو إعاقات. في أنواع الإعاقات بقى. نعم. هي مثلا في حاجات كتير جدا قلنا في الجسدي وفي النفسي وفي العقلي. مثلا مرض التوحد اللي هو اللي اسمه أوتيزم. نعم. هذا الشخص بيكون يعني منعزل تماما، عنده طباع مختلفة عن الآخرين، مش بيحب يشارك، ما بيحبش ينخرط في نشاطات الصف والمدرسة، وبيكون طباعه صعبة شوية. يعني هيدا الأوتيزم يلي حضرتك عم تحكي عنه، توحد، هلأ عم نسمع عنه أكتر وأكتر. يعني يمكن كان في حدنا أولاد دربيوا معنا كان عندهم هالنوع من التوحد، يمكن ما كان عندنا هالوعي الكافي تنعرف، خاصة في مجتمعاتنا الشرقية ما مش بنعرف نميز، بنقول ده طفل كسلان وخلاص، بنحط عليه الليبل أو العلامة دي أنه كطفل كسلان، ما نعرفش السبب من وراء، ما منفتش على الحالة اللي هو مارق فيها. يعني مظبوط. شو هي؟ هنا لازم يكون في المدرسة يكون فيها طبيب خاص أو مختص يقدر يميز، لو لأن في علامات كتير هنناقشها بعدين. نعم. الأوتيزم الواحد لازم يلاحظ هو الأشياء ابتداء من وقت ما يفوت الولد على المدرسة. لأن قبل المدرسة مش بنقدر نميز، لأن إمتى بنعرف الطفل عنده احتياجات خاصة؟ لما بيقدرش يقرأ كويس، ما بيقدرش يسمع التعليمات كويس، أو ينطق يمكن أو كويس، أو يتكلم، يتأخر. نعم. كتير في الكلام،
كلام أو عنده تصرفات عنيفة جدا وعنده ثوران وهياج شديد، كل هذه الأشياء بنكتشفها وقت دخول المدرسة أكتر من غيرها. نعم بس ياريت كمان فينا نلقي ضوء على الإعاقات الجسدية كمان، لأنه مثل ما بنعرف أنه هؤلاء الأشخاص كمان بحاجة لعناية ولرعاية من قبل الدولة من قبل الأفراد، لأنه بيكون هيدا كمان شيء خارج عن نطاقهم. شيء من أشياء الإعاقات الجسدية مثلا العجز في السمع. نعم هنا الطفل يكون قاعد مش سامع أي شيء، فطبعا مش بيقدر يفهم أو مش بيقدر يستوعب أو حتى مش بيقدر يطيع التعليمات اللي بتوصل له. يعني على الأم يمكن هون بالمرحلة الكتير صغيرة من حياة الطفل حتى يكون معه بالبيت فيها تلاحظ عليه قصة السمع. السمع مهم جدا. نعم. في كتير أطفال عندهم مشكلة في السمع ما بيقدروش يتماشى معه. خلونا نشوف سوا آراء بعض الناس بهالمقابلات اللي عملها الفريق. بينظرون على أنه الناس غير كاملين، عندهم نقص، وما بينظرون نقص جسدي، يمكن نقص كإنسان بشكل عام. عندنا هون بالمجتمع بينظرون نظرة سخرية، بصيروا يقولوا يلك هيدا كيف اجره، يلك هيدا راسه كيف، يلك هيدا مثلا ما عنده ايد، هيدا بنص عقل، وهيدا شيء المزعج جدا، لانه عنا بالمستوى يعني ما بقدروا نعمه الله اللي عطينا اياها انه ما بيشكروا ربهم على صحتهم. بعتقد انه هن يمكن اكثر عالم يمكن بحاجه لحنان وحدا حدهم، بس بنفس الوقت بحاجه انه نحسسهم انه هن مثله مثل غيرهم، يعني مثله مثل غير عالم، مش انه هن ناقصهم شيء او هن كذا، عرفت؟ بس بنفس الوقت هن يمكن بحاجة لمعاملة خاصة، يعني معاملة بعد أنه أكتر اهتمام وأكتر حنان وهيك. خاصة هون بلبنان مثلا شفت أنه بيتعاملوا مع المعوقين كانوا عادي، يعني ما في شيء، بيحسسوهم أنه هن أفراد عاديين بالمجتمع، بيلعبوا باسكتبول، بيلعبوا سبورتس، وهلأ عم بيشغلوا عم بيعملوا لهم ترينينج مشان يبلشوا يشتغلوا، يعني شغلات صغيرة بس يحسسهم أنه هن فرد بالمجتمع، يعني ما يحس حاله أنه هو عاقة أو عاهة على المجتمع. عم بتحاول الدولة تأمن تسهيلات، بس للأسف كمان بعدها كتير قليلة وكتير نادرة. مثلا إذا عملوا مواقف لسياراتهم ما بيلاحقوا اللي بيخلوا بهال، يعني بيوقفوا محلهم، بالأحرى بيوقفوا محلهم، الدولة ما عم بتراقب. الصراحة لا، ما بعرف مثلا أنه الدولة عم بتأمن لهي قصص لذوي الاحتياجات الخاصة. هلا الدولة مش كتير، بس مؤسسات الخاصة ايه عم بيعطي أهمية شوي، بس الدولة لا بعد عم بيجربوا، بس بعد في نقص كتير تجاههم. يعني في سنترات كتير مهمة بلبنان عم بيشتغلوا عنه يأمنوا لهم حاجاتهم هيك، بس ناقصهم دعم، يعني ما في دعم كفاية بلبنان كرمال هول الحالات، يعني الحالات الخاصة. الشغلات الكبيرة بتبلش بخطوات صغيرة. نحن عنا الآن من سوريا في عنا جمعيات تعنى بالمعاقين بتساعدهم، في عندهم سبيشال سكولز لهم، بس هلا شوي شوي عم يسووا فروع خاصه بالمدارس مشانهم، مشان يضلوا مع الطلاب العاديين واللي ما بيفرقوا عنه، مشان يحسوا انه ما بيفرقوا عنه شيء، عندهم حياه اجتماعيه عاديه مثل كل الطلاب. شوي شوي ما في احترام كافي لهم، يعني ياما واحد بيجي بيصف ما في مطرح بيصف محل باركينج للمعوقين بس لأنه مستعجل، يعني حتى التواليتات أو وين ما كان فيه كله بيستعملون، يعني ما في احترام لهم كبرسونال لهم، موجودين كمنظر أكتر، يعني ما منهم محترمين كفاية. أسيس أمير، قبل من بعد ما سمعنا كل هالمقابلات وأراء الناس رح نعلق عليهم، بس قبل بحب أنه حضرتك تكفي لأنه عطيتنا مثل كتير مهم هو التوحد، هيدا كنوع كتير مهم من الاحتياجات الخاصة عند الناس، وحكينا عن النطق والتأخر. شو كمان في عنا أنواع؟ في أشياء كتيرة، مثلا في مرض اسمه السيريبرال بولسي اللي هو الشلل الدماغي، اللي هو لما يكون في نقص في إمداد الأكسجين للدماغ بيحصل نوع من التلف في نعم. في الدماغ، وبيكون استيعاب الطفل متأخر جدا. نعم. في نوع من الريتارديشن أو التأخر. هيدا كمان يعني ما بنعرفه إلا ليفوت الولد كمان على المدرسة، أو ممكن لا، هيكون أكيد هنلاحظ بعض العلامات بس بتتأكد هذه الأشياء طبعا عند الدخول المدرسة، لما يكون بقى في الانتظام في القراءة وتعليم الحروف كل هذه الأشياء طبعا بيكون فيها تأخر كتير. نعم. في حاجة اسمها ديسلكسيا، الديسلكسيا اللي هو العجز في القراءة، يعني نعم. الطفل بيشوف
الحروف ملخبطة. نعم. يعني ويكتب بطريقة مخربطة، فهنا بيكون كمان في طبعا صعوبة في القراءة وفي الكتابة في نفس الوقت. في حاجة اسمها داون سيندروم اللي هو المتلازمة داون، اللي بيكون كمان في نوع من الريتارديشن أو التخلف العقلي بسيط أو محدود. وتكلمنا عن طبعا العجز السمعي والبصر لما يكون الإنسان يا إما أعمى أو نظره ضعيف جدا جدا. حتى في الكلام في أطفال بتأخروا كتير في الكلام بسبب مرض معين ما قدروش يتكلموا، وبالتالي برضو بيكون عندهم صعوبة في التواصل والتفاهم. في نوع ده بقى من الصعب جدا، نوع عاطفي أو نفسي، هو اسمه التوتر أو القلق الزائد. نعم. يعني في تطرف في القلق، بيكون الولد قاعد لوحده خايف من كل شيء، متوتر من كل شيء، وده بيعمل له نوع من العصبية الشديدة جدا والهياج النفسي. هذا كمان موضوع يعني هذا غير اللي بنعرفه هايبر اكتيف، يعني مش اللي بيقوم هايبر اكتيف. نعم. هايبر اكتيف اللي هو الولد اللي عنده نشاط زائد عن اللزوم، مش قادر يقعد، مش قادر يركز، ما عندوش قدرة على التركيز ولو نعم. لثلاث اربع دقايق لازم يكون بيتحرك ويتنطط طول النهار، وهذا بيتعب الاهل وبيتعب المعلمين والتلاميذ اللي حواليه. طب يعني هول الحالات اللي حضرتك ذكرتهم بيقدروا يندمجوا مع الأولاد التانيين أو لازم ينحطوا بمؤسسة خاصة لقلون؟ مش ضروري دايما نفصلهم عن الصف، لكن لازم لهم اهتمام خاص واهتمام نعم. زائد عن الآخرين اللي هم بيمشوا بدون أي مشاكل. نعم. دول محتاجين عناية خاصة، ولازم ليهم كمان أطباء أو معلمين متخصصين في هذا المجال. نعم. نقدرش نخليهم من ضمن التلاميذ التانيين، يعني حسب الحالة. في حالات بتستدعي مثلا يمكن مساعدة شوي بالبيت من أطباء أخصائيين، ويمكن بيقدروا يتابعوا، في منهم بيقدروا يتخطوا، يعني حسب درجة الإعاقة إذا فينا نقول. طبعا. نعم. لأنه كل طفل يختلف عن الآخر، حتى لو الطفلين عندهم نفس المرض، لكن قوة أو يعني تأثير المرض بيكونوا عند واحد أكتر من التاني. نعم. يعني لازم ناخد يعني كل شخص كل حالة بالضبط لحالة. نعم. طب أسيس أمير، مثل ما هلأ شفنا بالمقابلات كيف عم بينظر مجتمعنا لهالأشخاص اللي عندهم إعاقة، إعاقة ما يعني إذا كانت جسدية أو مثل ما حضرتك ذكرت. للأسف يعني زي ما سمعنا في المقابلات اللي شفناها دلوقتي، مجتمعاتنا خاصة هنا تنقصها التثقيف والوعي. نعم. في معاملة هؤلاء. نعم. احنا عندنا لما نشوف اي واحد يختلف عننا او عنده نقص او عجز معين، زي ما واحد الشاب قال هنا، يمكن بنسخر منه او ننظر اليه نظرة يعني مش حلوة، مش حلوة ابدا على التانيين. وهنا بقى دور التوعية والتثقيف. نعم. اذا كان في البيت من الاول الاهل، إذا كان في دور العبادة في الكنائس والمساجد، إذا كان في المدارس، لازم الشعب يتقبل هؤلاء حتى ينخرطوا في المجتمع ونعملهم بطريقة كويسة مسيحية جميلة يعني. نعم. بدنا نتوقف للحظات أسيس أمير. أعزائي ابقوا معنا تنتبه حلقتنا.
مضى من الأعوام 2000 منذ أن تجسد يسوع ابن الإنسان، فماذا كان الزمان وكيف أصبح الآن؟ تكلم الله قديما إلى الآباء، شجعهم وجههم ووبخهم بواسطة الأنبياء، لكنهم حولوا وجوههم وصموا آذانهم وأغلقوا قلوبهم. ولكن لما جاء ملء الزمان أرسل الله ابنه مولودا من امرأة، كلمهم قديما بكلمة الأنبياء، لكنه الآن يكلمهم في شخص الكلمة، والكلمة صار جسدا وحل بيننا ورأينا مجده، مجدا كما لوحيد من الآب مملوءا نعمة وحقا. جاء المسيح في عصر نحرت فيه الفضيلة على مذبح الهوى والرذيلة، فصار إنسانا لكي تكون لنا طبيعته الإلهية. ولد المسيح في زمن رفرف فوقه السلام، لكنه سلام الحديد والنار، لا سلام الضمير والقلب والأفكار. لم يرفع المسيح سيفا، لكنه غزا القلوب فجلس على عروشها بالحب ملكا وبالصليب ربا وبالسلام سيدا. هذا هو الميلاد والزمان. فهل بعد أن دار الزمن دورته لا يزال الإنسان هو الإنسان، بعيدا عنيدا يبحث عن السلام فكرة، يغني أغنية أو أمنية وردية أو ينشئ له قوة؟ قال المسيح: سلاما أترك لكم، سلامي أعطيكم. لقد جاء المسيح لكي يصنع سلاما، إنه واهبه وصانعه، إنه ضامنه ورئيسه وربه. نعم، المجد لله في الأعالي، وعلى الأرض السلام، وبالناس المسرة. أنت تستمع إلى إذاعة صوت الوعد. عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني arabic@awr.org. نرجع تنتابع حلقتنا لليوم، عم نحكي عن الاحتياجات الخاصة، وبحب ذكر بالمثل لليوم: الأعمى الأعمى القلب. أسيس أمير، بنرجع منتابع حديثنا، كنا عرفنا مين هن تقريبا الأشخاص اللي عندهم احتياجات خاصة وسمعنا مقابلات، ياريت هلأ بنقدر نشوف، حضرتك ذكرت كيف هالمجتمع عنا بعد ما عنده هالثقافة فعلا وهالوعي أنه يتقبل الآخر كفرد ومساواه. ياريت منحب شوي نعلي على هالأراء يلي شفناها من الأشخاص اللي حكوا المقابلات، كيف مثلا حكوا عن الموقف السيارة، أنه بعد بعدنا لهلا منوقف مطرح، وده يعني بيدل على ان احنا بعدنا لسه ما عندناش هالثقافه والوعي ان احنا نحترم احتياجات الناس اللي عندهم احتياجات خاصه. نعم. ولما يكون في مساحه للموقف للسياره نترك هذا الموقف، احنا عندنا دايما نشوف مكان فاضي يلا، مش مشكله مكتوب عليه للمعوقين او ما بيهمناش. هنا نوع من الـ يمكن الكبرياء او نوع من الاهمال لهؤلاء، لأن دول بحاجة لهذا المكان أكتر مننا، إحنا ممكن نلاقي أي مكان تاني. فهنا بينقصنا هذا الوعي وهذا التثقيف إن إحنا نجعل هؤلاء يشعروا إن هم جزء من المجتمع لا ينقصهم شيء، ونحاول نقدم لهم كل مساعدة وعناية ورعاية مطلوبة يعني. نعم. شو هي التحديات اللي عم بيواجهها هالشخص يلي عنده احتياجات خاصة، يعني يمكن على الصعيد اليومي غير بالمدرسة؟ يعني فيها تحديات كتير نضال بالنسبة لهؤلاء. أول حاجة التحصيل العلمي، يعني مجرد إن هو يقدر ياخد شهادة. نعم.
دي في غاية الصعوبة. في ناس بتقدر عندها العزيمة والإصرار أنها تستمر إلى أن تحصل شهادة. في ناس طبعا بيكون يا إما المرض قوي جدا عندهم أو هم ما عندهم شهادة هذه العزيمة ما بيقدروا يتابعوا ما بيقدروش يحصلوا شهادة. وبالتالي التحدي الثاني برضه هو تحصيل من هذا أو نتيجة هذا إنه ما بيقدروش يلاقوا عمل أو مهنة أو وظيفة يقدروا يساعدوا نفسهم. نعم. أو ويساعدوا المجتمع يعني لأنه هن فرد شخص عادي مستقلين بذاتهم ما يكونوش. نعم. عالة على الآخرين. فالشخص اللي عنده هذا الاحتياج أو هذا العجز بيلاقي صعوبة كبيرة جدا إن هو يجد مهنة أو وظيفة يأكل منها عيش زي ما بنقول في مصر. نعم. دي حاجة كمان خطيرة جدا. شعوره بالانخراط في المجتمع إن هو فرد من الأفراد العاديين ده شعوره بالنقص وهذا شعور نفسي كبير جدا. نعم. بيشعر بيه ده تحدي كبير. كمان إنه تكوين الأصدقاء بيكون صعب جدا قليل إنه يقدر يلاقي صديق يقدر يشارك معاه ويلعب معاه دي كمان حاجة صعبة دايما بيكونوا لوحدهم يعني. نعم. حاجات كتير حضرتك كمان ذكرت إنه هيدا الوعي ببلش من عنا من البيت بالزبط. من الأهل وبعدين بالمدرسة. طب صعيد على صعيد الدولي دولي كدولي قديه هي مسؤولة عن هالأشخاص أكتر من الأفراد يعني طبعا. وين بيجي دورة هون دولي الدولة للأسف ودولنا العربية أكثر يعني بالإجمال. نعم. بالإجمال لازم يكون تخصص ميزانية خاصة لهؤلاء ودي طبعا مش بتحصل كتير صعب شوي لأن عندنا مشاكل تانية. كتير قوي نعم. اقتصادية ومالية وهكذا فبيحطوا معظم الأشياء وبيتجاهلوا هذا الشيء. نعم. فيجب من البداية تخصيص ميزانية لذوي الاحتياجات الخاصة. لازم إنشاء مؤسسات تأهيل وتدريب ويجب أيضا الاستعانة بأخصائيين لهؤلاء أيضا. فالدولة عليها دور كبير جدا ولكن نرجع نقول عشان إحنا ما عندناش هذا الوعي لا نعطي هؤلاء الاهتمام الكافي إذا كان على صعيد الدولة أو على صعيد الشخص أو على صعيد المؤسسات كلها يعني محتاجة إعادة تأهيل أو هيكلة يعني. في صبي ذكرت أنه الدولة ما كتير عم تقدر تساعد إجمالا بالدول يعني خاصة مثل ما حضرتك ذكرت بالمجتمع العربي لأنه منلاقي بالغرب يمكن في اهتمامات أكتر أو لأنه يمكن ما تخللهم حروب أو إشياء أخرتهم مثل ما نحن بالدول العربية يعني للأسف عنا غير عطول عنا غير عوامل مستمرة. نعم. فعم يلتجوا أكتر هون للمؤسسات الخاصة يعني مثل ما نعرف كمان مؤسسات خاصة منها كلها مجانية بالضبط ودي مشكلة كبيرة لأن اللي معاه اللي عنده يعني مال كافي يقدر يحصل على الاهتمام. نعم. الكافي وطبعا والأشخاص الباقيين شو بدهم يعملوا. نعم. دول هم اللي يعني بيكونوا left behind أو يهملوا أو يتركوا بدون أي كيف نحن نقدر نوعي الجيل الجديد هلأ نحن جيلنا خلص الجيل اللي عم بيطلع لأنه مثل مسألة التوحد الحالة يلي كتير عم نسمع عن على التلفزيونات عم نقرأ عنها على جرايد على الانترنت كتير زايدة لأنه قد ما عندها برانشز فروع صح. يعني مثل ما حضرتك ذكرت داون سيندروم كمان هي نوع من الأوتيزم يعني شيء كتير واسع وشاسع يعني الوعي عالميا صار أكبر حتى عنا بدول مجتمعاتنا العربية أوعى فكيف هون من وعي هالجيل أنه يتقبل أخوه بالإنسانية على أنه واحد مثله يعني فينا ندمجهم بمدارسنا مثلا يعملوا نفس الاكتيفيتي او نفس النشاط مثلا الرياضي يعني كيف فينا نعمل المفروض في كل مدرسه زي ما حكينا في الاول. نعم. كل مدرسه لازم يكون عندها شخص او شخصين متخصصين في هذا المجال يهتموا فقط بهؤلاء لأنهم طبعا قلة. نعم. فلازم في كل مدرسة يكون لها متخصصين في نعم. هذا المجال وليهم منهج دراسي
مخصوص ليهم، يعني مختلف عن العادي. طبعا لان اللي عنده ديسلكسيا او اللي عنده توحد او اللي عنده هذه الاشياء ما يقدرش يواكب المنهج العادي في عمره. نعم. فلازم يكون ليه طريقه معينه، مثلا الحروف تكون اكبر بشكل معين او يتحط مش بنفس الطريقه اللي بيتعلم بيها الطفل العادي الطبيعي. نعم. فالمدارس لازم تخصص اشخاص معينه. نرجع نقول كمان الدوله ليها دور كبير، ان ميزانيه فيها نعم مهمة جدا. ميزانية كتير. وبعدين طبعا اعتقد ان الجانب الديني والروحي مهم جدا، ان احنا ننشر محبة الله لهؤلاء. يعني في قصة في الكتاب المقدس جميلة جدا عن الملك داود ملك إسرائيل. قبل ما يصير ملك كان قبليه ملك اسمه شاول. نعم. الملك ده كان مش عارف عندنا وقت كافي. لا لا في تفضل. الملك شاول ده كان بيكره داود وكان عايز يقتله، كان ألد عدو ليه. نعم. لأنه عارف إنه داود هياخد الملك بعديه، فكان عايز يتخلص منه. ابن شاول اسمه يوناثان كان هو وداود يعني أصدقاء، أعز الأصدقاء. نعم. بالرغم من أبوه كان عدو لداود، لكن مات شاول وأخذ داود الملك فعلا، ومات يوناثان. بس من نسل ده شاول هذا جه طفل الممرضة بتاعته وهي بتحمله سقط منها، فجاله نوع من الشلل. عشان داود هذا إنسان يحب الله وكان قال عشان يوناثان عز صديق لي، بالرغم من أن شاول كان عدوي، أخذ هذا الطفل وقال ده هيكون زي ابن من أبنائي. كان بيجلس على طاولته، طاولة الملك داود، كان بيجلس ويأكل على طاولة الملك باستمرار. حلو. فهنا التقبل الآخر. نعم. وإن احنا نعتبره كشخص من أفراد الأسرة، وكل هذه الأشياء ضرورية جدا عشان نجعل هؤلاء ينخرطوا في المجتمع بطريقة طبيعية. نعم. فالكتاب المقدس مليان بأشياء جميلة جدا عن معاملة الأشخاص اللي عندهم احتياجات خاصة. يعني هون في منلاقي غير المحبة في كتير احترام لهالشخص. طبعا. وكمان يمكن مثلا مثل ما حضرتك ذكرت هون بهالقصة بالذات أنه كان عنده شلل، يعني هون إعاقة جسدية. يعني قديش ساعدني له نفسيته بالزبط يتقبل يعني حالته. يعني لو بتشوف لو نقرأ القصة في الكتاب المقدس العهد القديم، امتنان هذا الطفل. نعم. للملك داود، يعني مش بس انه يخليه يعيش عيشة كريمة، ده بخليه يقعد على طاولة الملك، وده امتياز. نعم. مش اي حد ياخده يعني. نعم. بالرغم من انه جاي من نسل شاول اللي هو عدو داود. نعم. لم ينظر الى هذا. هلا نحن كمان ما بدنا نظلم كتير العالم، لانه مثل ما بنعرف من زمان كانت نظرتنا للإعاقة مختلفة جدا. بالزبط. كنا عطول نعزلون وانه خلص هذا شخص ما بيقدر يكون فعال بالمجتمع، لازم ينعزل يبقوا بالبيت أكتر. يعني هلأ مع التقدم وتقدم العلم أكتر وأكتر عم يزيد اهتمامنا نحن. يعني كمان إذا بدنا نقول على الصعيد الشخصي، يعني شخصيا كل فرد أنه لا، وبعلم الولد يلي معه مثلا كأم معي ولد وشفت في إعاقة، مش أنه نبرم وجنا مثل ما كنا أو يي لا يي شو بيه على صوت عالي. لازم نتعلم نعلم أولادنا كمان أنه لا تقبلوه عادي. وفي حاجات احنا موجودين احنا كأهل نضال نقدر يعني نتعامل مع الطفل هذا عشان يقدر ينمو بطريقة أفضل بكتير. نعم. مثلا دايما عندنا لو عندنا في لا سمح الله طفل في العيلة عنده احتياجات خاصة. نعم. لازم يكون دايما نستشير طبيب، ما نعملش أشياء من عندنا بدون ما نكون عارفين. ايه منصير نفكر انه لا هذا الأفضل لطفلنا، بس هو لا لازم يستشير. نعم. عن عدم يعني وعي. نعم. فلازم يكون في استشارة طبيب. تاني حاجة تثقيف النفس، تثقيف الذات عن حالة طفلنا. نعم. دلوقتي بالإنترنت والأشياء المتاحة كل المعلومات ممكن نحصل عليها. نعم. تثقيف النفس ضروري جدا عشان نقدر نتعامل مع هذا الطفل. أنا بس بدي أختم أرجع بهالمثل يلي فعلا الأعمى أعمى القلب. يا ريت ترجع بتقلنا بس كلمة سريعة يعني قبل ما يخلص نرجع الوقت. نرجع لقصة الملك داود، ما كانش أعمى القلب، بالعكس كان إنسان يعني يتقبل الآخر. عمل قلب أصعب بكتير من العمل الجسدي.
نعم. يعني لما سألوا هيلين كيلر قالوا لها كانت هي عامية قالوا لها إيه أصعب من العمى؟ قالت لهم أن يكون إنسان عنده بصيرة ولكن عنده نظر ولكن يفقد البصيرة. شكر وجودك معنا أسيس أمير، وهون نوصل لختام حلقة. شكرا لك نداء.
قال الملاك للرعاة: لا تخافوا، فها أنا أبشركم بفرح عظيم يكون لجميع الشعب، أنه ولد لكم اليوم في مدينة داود مخلص هو المسيح الرب. وهذه لكم العلامة، تجدون طفلا مقمطا مضجعا في مذود. عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على عنواننا الإلكتروني arabic@awr.org. عزيزي المستمع، يمكنك مراسلتنا على البريد الإلكتروني التالي arabic@awr.org. العنوان مرة أخرى arabic@awr.org، ونحن في انتظار رسائلك واقتراحاتك. هنا إذاعة صوت الوعد، لكي يكون الوعد من نصيبك. مرحبا بك في حلقة جديدة من مكتب الراعي. أنا برحب بيك، برحب بيك يا أختي في كل مكان، في يوم جديد وحلقة جديدة من مكتب الراعي. صديقي، تكلمت معك في الحلقات الماضية عن الثمار الرائعة للحياة الجديدة. تكلمت عن ثمار حب جارف لكلمة الله، ثمار حب جارف لشخص المسيح، وهنتكلم مع بعض، وبدأنا مع بعض بحب جارف للشركة مع المسيح، لعلاقة شخصية مع المسيح، أتكلم معه، أحكي معه. رسول بولس حط كمقدمة لهذا الأمر الطلب من المؤمنين قبل ما نقرب من ربنا: تعالوا يكون جوانا هذه الأشواء للفرح، أن نكون فرحانين وإحنا بنقرب منه، نكون مليانين بالوداعة والرقة، مليانين بالصبر والاحتمال وإحنا بنقرب منه، نكون مليانين بالتوقع والرجاء والانتظار لمجيئه وإحنا بنقرب منه. صديقي، النهاردة أنا هكلمك عن المفهوم الحقيقي للاقتراب. اسمع كلمة الإنجيل، نرجع تاني نفس الشهادة الحلو اللي قريناه مع بعض في رسالة فيليبي، اللي الرسول بعت هذه الكلمات لإخواته في فيليبي، وهو كان موجود في الوقت ده جوه السجن في روما. قال لهم: افرحوا في الرب كل حين، وأقول أيضا افرحوا، ليكن حلمكم معروفا عند جميع الناس، الرب قريب. وبعدين قال الكلام اللي احنا هنتكلم فيه النهاردة مع بعض: لا تهتموا بشيء، بل في كل شيء بالصلاة والدعاء مع الشكر لتعلم طلباتكم لدى الله، وسلام الله الذي يفوق كل عقل يحفظ قلوبكم وأفكاركم في المسيح. صديقي، هقف معاك النهاردة قدام مشكلة من أكبر المشاكل اللي بتخلي المؤمنين ما بيعرفوش يقربوا من ربنا، ودايما مرتبكين، دايما منزعجين، وازاي انا اقدر اقرب من ربنا بطريقه صح. الرسول بدا هذه الصوره الرائعه الجميله بكلمات رائعه، وقال: لا تهتموا بشيء. يعني ايه لا تهتموا بشيء؟ خلينا افكر معاك شويه في هذا المفهوم. كلمه يهتم كلمه جايه من انسان قلق مشغول، كلمة جاية من إنسان مرتبك الذهن، كلمة جاية من إنسان قال عنه الرسول يعقوب: رجل ذو رأيين متقلقل في جميع طرقه. هذه الكلمة أحبائي، لما أتكلم عن الاهتمام أو أتكلم عن الهم، بتكلم على إنسان منشق، إنسان عايز يتجه شمال وعايز يتجه يمين، وبالتالي مش قادر يتجه في أي اتجاه، إنسان ذهنه مرتبك منزعج مش قادر ياخد قرار، إنسان مقسوم بين الماضي ومقسوم بين المستقبل. فهذا الإنسان مليان بالهم. الرب يسوع تكلم للتلاميذ عن هذا الأمر. الرب قال للتلاميذ: لا تهتموا. الرب قال لهم: من منكم إذا اهتم، مين فيكم إذا اهتم يستطيع أن يزيد على قامته شبرا واحدا؟ مين يقدر فيكم إذا اهتم يقدر يلبس نفسه نظير هذه الزنابق الموجودة في الحقل؟ من منكم إذا اهتم يستطيع أن يشبع نفسه نظير طيور السماء التي لا تزرع ولا تحصد ولا تجمع إلى مخازن، لكم أبوكم السماوي يقيتها؟
صديقي يمكن أنت مليان بالقلق، يمكن القلق أدى بيك لمراحل الخوف من المستقبل، يمكن أنت قاعد في مرحلة دلوقتي القلق وصلك لمراحل مرضية، يمكن بسبب القلق بقيت مضطرب ذهنيا، يمكن بسبب القلق بقيت مليان بالهواجس، يمكن بسبب القلق بتتصرف تصرفات إطلاقا لا تتناسب ولا تسير مع الخطوط الإيمانية في حياتك، يمكن بسبب القلق بتضطر إنك تجمع وتخزن خوفا من المستقبل وبدل ما تعطي حياتك للرب ووقتك للرب وأموالك للرب، يمكن بسبب القلق بيتك مليان بالاضطراب بالانزعاج، يمكن بسبب القلق مليان بالخوف. أنا عايز أقول لك قصة من القصص الجميلة اللي قريتها من سنين طويلة عن امرأة كانت حامل وكان زوجها موجود في الجيش الأمريكي، وزوجها راح علشان يحارب مع الجيش الأمريكي في فيتنام، ومرت شهور أحبائي شهور كتيرة والزوج أخباره انقطعت تماما عن زوجته، وكانت في حالة مريرة جدا وعقلها ابتدى يمتلأ بالاهتمام، امتلأ بالقلق بالانزعاج، وابتدت تبكي ليالي طويلة، وفي يوم من الأيام وضعت وولدت طفل والزوج أخباره منقطعة، وبعد كده الطفل ابتدى يكبر وابتدى الهم جوا قلبها يزداد، وابتدى الارتباك في ذهنها يزداد، وابتدت تعيش مضطربة مش قادرة تنام، ذهنها رايح في كل الأفكار والأسئلة المريعة اللي جوا قلبها، يا ترى أربي ابني ازاي؟ يا ترى ابني لو سألني أبوك فين؟ أبويا فين؟ أقول له إيه؟ يا ترى إيه الحل اللي قدامي إن أنا أقدر أخلي ابني يكبر بطريقة صحيحة؟ هل أنا أقدر أربيه وحدي؟ صديقي، وهذه الأم المسكينة كانت في صراع شديد وامتلأت بالقلق المريع، وفي اليوم من الأيام اتصلت بأحد الأصدقاء وكان طبيب نفساني، وقالت له أنا تعبانة، أنا مضطربة، أنا قلقة، أنا خايفة جدا جدا، أنا مش عارفة أربي ابني إزاي، أنا مش عارفة زوجي فين، أنا أخباره انقطعت عني، الحياة قاسية عليا، الظروف قاسية عليا. رد عليها الطبيب النفساني وكان رجل مؤمن قديس، قال له أختي فين الطفل، فين ابنك؟ ردت الأم وقالت له نايم. قال لها من فضلك ممكن تروحي تجيبيه. قالت له هو نايم. قال لها من فضلك روحي هاتيه. راحت الأم بكل البساطة بكل الطاعة لكلمات الطبيب، وراحت جابت ابنها من على السرير وحطته على حضنها. الطفل كان نايم هادي جدا جدا، وبعدين الطبيب سألها السؤال، هل ابنك منزعج مرتبك؟ قالت له بالطبيعي لا مش منزعج. قال هل ابنك قلقان وذهنه شارد مشتت؟ قالت له الحقيقة لا. قال لها ليه ابنك مش مضطرب ومش مرتبك؟ قالت له لأنه رأسه على صدري، لأنه حاسس بحناني، لأن أنا محوطاه بإيديا. رد عليها الطبيب وقال لها يا قليلة الإيمان، إن كان الطفل مستريح تماما على صدرك، إذا كان لا يشعر بقلق ولا ارتباك وهو نايم على صدرك، إذا كان بيسمع دقات قلبك وإنت إنسانة بشرية ومليان بالطمأنينة إنه في هذه الأحضان الدافئة أحضان أمه، فكم نحن أحبائي في حضن إلهنا الكريم أبونا المحب، أبونا اللي بيحبنا اللي إحنا غاليين على قلبه. ضع رأسك على قلب الرب يسوع، ضع رأسك واسمع نبضات قلبه اللي بتقولك أنا بحبك، أنت غالي على قلبي، أنا لا أتركك، أنا لا أهملك، أنا اللي عيني عليك، أنا اللي ضامن حياتك، أنا اللي مش ممكن أتركك في وسط ظروف الحياة وصعاب الحياة. يمكن ظروف قاسية بتمر بيها دلوقتي، يمكن مرض قاسي بتمر بيه دلوقتي، مش لاقي أبدا حضن، مش لاقي أبدا قلب، مش لاقي أبدا إنسان تقترب إليه، يمكن كل إيديك وكل محاولات إيديك فشلت، يمكن كلامك مع الناس بقي بلا ثمن وبلا قيمة،
يمكن نصائح البشر بقيت سبب ألم لحياتك، يمكن كلام الأطباء زادك انزعاجا وقلقا، يمكن كلام المدينين زادك ارتباكا وقلقا، يمكن الخوف من بكرة زادك ارتباكا وقلقا. أنا بقول لك صديقي، تعال النهاردة، تعال لأحضان الإله المحب، تعال وحط رأسك على صدره، تعال واسمع نبضات قلبه، تعال واسمع همساته اللي بيقول لك بحبك، أنا بحبك، أنا بعتني بيك، أنا لا أتركك، أنا مش أسيبك، أنا معك كل أيام، أنا مش ممكن أتخلى عنك. اسمع الكلمات الجميلة اللي قالها الوحي المقدس. أتنسى الأم رضيعها؟ ألا ترحم ابن بطنها؟ حتى هؤلاء ينسين، أما أنا لي كل المجد. الله بيقول لك أما أنا، أنا لا أنساك. بيقول لك على كفي قد نقشتك، بيقول لك أسوارك أمامي دائما. اسمع صديقي، مش بس نقشك على كفيه، لكن اسمع الكلام الجميل الرائع اللي قاله الرب يسوع لكل المجد. بيقول لك اسمع، أنت من دلوقتي بقيت لحم من لحمي، بقيت عظم من عظامي. أنا بحس بيك، أنا حاسس باللي أنت فيه. الناس مش حاسة بيه، هو حاسس بيه. بلاش كلمات الشكوى تخرج من فمك. قول له يا رب أنا بمجدك، يا رب أنا بعظمك، يا رب أنا عارفك إن إله صالح، يا رب أنا عارف إن الأشبال احتاجت وجاعت، لكن طالبوا الرب لا يعوزهم شيء. قول له يا رب أنا بشكرك لإني كنت فتى وقد شخت، إذا كنت كبير في السن، إذا كنت إنسان خايف من بكرة، خايف من الموت، خايف من ظروف الحياة وأسوتها، خايف من المرض. قول له يا رب كنت فتى وقد شخت، لم أرى صديقا تخلي عنه ولا ذرية له تلتمس خبزا. صديقي لا تهتم بشيء. رب النهاردة بيقولك بلاش تهتم بالأشياء. تعرف ليه بيقولك لا تهتم بالأشياء؟ افتح معايا كلمة الإنجيل واسمع هذه الكلمات الجميلة اللي قالها الوحي المقدس عن شخص ربنا يسوع المسيح. قال عنه في عبرانيين الأصحاح الأولاني عدد 3، بيقول عنه بهاء مجد الله ورسم جوهره وحامل كل الأشياء بكلمة قدرته. الأشياء اللي بتزعجك، الأشياء اللي بتألمك، الأشياء اللي صعبة على حياتك، بيقولك أنا حملها، أنا ضمنها، أنا بعتني بيها. لا تهتم بشيء، لا تهتم بشيء. خلي لغة القلق اللي مالية كيانك، اللي مالية حياتك، قول له يا رب النهاردة أنا مش هنزعج، يا رب أنا مش أرتبك، يا رب الطيور فرحانة رغم أنها مش بتزرع ولا بتحصد، يا رب الزنابق مبتهجة لأن ولا سليمان في كل مجده يلبس كواحدة منها. فأنت إلهي، أنت سندي، مفيش عصفور أحبائي راح لطبيب نفساني وقال له أنا تعبان، أنا قلقان. ليه أنت تعبان؟ ليه قلق؟ ليه قلبك مليان بالخوف؟ تعال الرب يسوع النهاردة، قول يا رب أنت اللي قلت ملقينا كل همكم عليه لأنه هو يعتني بكم. إلقي على الرب همك وهو يعولك. أنا بشجعك النهاردة، كل ما تحس بالقلق بص على طيور السماء، شوف الرب إزاي بيعتني بيها. كل ما تحس بالقلق امشي وسط الحقول، شوف الزنابق الجميلة، مروح الباك يارد عندك في الجنينة بتاعتك، شوف الورود الجميلة إزاي الرب بيكسيها. قول له أنا مسنود عليك يا رب، أنا بحتمي فيك يا رب. بشجعك تصلي قبل ما اتركك، قول له يا رب انا مش ارتبك تاني، انا مش انزعك تاني، لي اله يعتني، لي اله محب، لي اله صالح. صديقي اراك في ملء بركه الانجيل.